أهلا بكم من جديد. شارك وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بالاجتماع السنوي 42 لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والجمعيات العامة للمؤسسات التابعة له، والذي يعقد بمدينة جدة برعاية خادم الحرمين الشريفين. وكان وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان قد افتتح أعمال المنتدى الذي يبحث التقدم الذي تم إحرازه في تنفيذ الاستراتيجية العشرية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والتي تتضمن تعزيز الأداء المؤسسي والحوكمة وضمان الاستدامة المالية. من جانبه، أكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار أن ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب والطلب المتزايد على تمويل البنية التحتية يمثل تحدياً يواجه الدول الأعضاء بالبنك. هذا وأكد حجار استمرار البنك في دعمه لجميع الدول الإسلامية، خصوصا تلك التي تواجه ظروفا صعبة. وللحديث أكثر عن الاجتماع السنوي 42 لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية المنعقد حاليا في مدينة جدة، معنا عبر الهاتف السيد محمد عيسى المطاوعة، عضو مجلس إدارة المؤسسة العالمية لتمويل التجارة والرئيس التنفيذي لبنك البركة الإسلامي. مساء الخير سيد محمد. يا أهلا مساء الخير. بداية، ما هي أهم محاور الاجتماع، ولماذا ركز الاجتماع بالذات على دور التعليم وتنمية مهارات الشباب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أحييك أولا أخت حالة، وتحياتي إلى أعزائي الكرام مشاهدي قناة تلفزيون البحرين. طبعا ركز الاجتماع على محاور مهمة تميز بها هذا الاجتماع في هذا العام. أهم المحاور كان التوفيق بين الخريجين والمسارات المهنية لتمكين الشباب اقتصاديا، وكذلك عقد منتدى الابتكار للشباب، وكذلك بحث الاجتماع دور وسائل التواصل الاجتماعي في صحة الشباب والنشء. كذلك عقد المنتدى العالمي 12 بشأن التمويل الإسلامي تحت عنوان تعزيز ريادة الأعمال والتمويل الإسلامي بين صفوف الشباب. وخلال الاجتماع تم افتتاح قمة الشباب بعنوان إشراك الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدول الأعضاء. كذلك تم عرض تجربة دولة فلسطين كنموذج التمكين الاقتصادي للشباب. كذلك طرح الاجتماع محور توظيف التمويل الأفقر الإسلامي والأوقاف لتمكين الشباب اقتصاديا. وأخيرا ناقش الاجتماع مبادرة إشراك الشباب في الإنتاج الزراعي من خلال تطوير تكنولوجيا تجذب الشباب إلى اتخاذ الزراعة كمهنة. واختتم بمحور تمكين المرأة الشابة العربية كرائدة للعلوم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. نعم سيد محمد، بالحديث عن التمويل الإسلامي، برأيك كيف يمكن لمؤسسات بنك التنمية الإسلامي أن تفعل دورها في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدول الأعضاء؟ طبعا ذكر تقرير لمنظمة التعاون الإسلامي عن ما يقارب 5 مليارات دولار هو حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء. ولكن من الملاحظ أن حصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة نسبة صغيرة جدا لا تتعدى 10%. وهناك مبادرات لزيادة هذه النسبة عن طريق مؤسسات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية المختلفة، وهي توفر مثلا الدعم المالي في بعض المشاريع، توفير الغطاء التأميني لتقليل المخاطر، تقديم الاستشارات ودراسة الجدوى لبعض المشاريع، وكذلك العمل مع المؤسسات المالية في الدول الأعضاء لزيادة محفظة التمويل الخاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. السيد محمد عيسى المطاوعة، عضو مجلس إدارة المؤسسة العالمية لتمويل التجارة ورئيس التنفيذي لبنك البركة الإسلامي، شكرا جزيلا لك. تتواصل فعاليات المعرض البحريني المصري المشترك الأول، حيث أكد المشاركون في المعرض أهمية الشراكة والتشبيك بين رجال الأعمال والشركات في كلا البلدين، خاصة في ظل وجود الفرص والإمكانيات المتاحة. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل طلال نايف. بهدف تعميق عرى التواصل ولتوسيع رقعة الاستثمارات في مختلف حقول التجارة والصناعة، تتواصل فعاليات المعرض البحريني المصري المشترك الأول الذي يسعى لفتح آفاق أرحب من التعاون الاقتصادي والاستثماري. تعرف على الحرف الموجودة في الجمهورية المصرية. طبعا كان لنا مشاركة قبل بعد، وصار تعامل بيننا وبين مصر في جلب الخيوط يعني إلى النسيج هذا.
احنا المشاركة بتاعتنا كانت من خلال المعرض طبعا وتوطيد العلاقات البحرينية المصرية، ومن زمان انا كان نفسي يبقى في يعني اطلع معارض زي دي، فربنا اكرمنا السنة دي باذن الله وديني شاركت في المعرض وربنا يكرمنا ان شاء الله. صنع شموع عربية اسلامية، شموعي ما بتدوبش بتفضل على طول، ودي الميزة بتاعتها الوحيدة في العالم اللي بتدي ضمان على الكاندلز بتاعتها، بتقولك استخدميها وسيحيها أو اكسريها ليكي مرة تغيريها في العمر. ويعكس هذا المعرض فرصة مميزة للتعرف على الصناعات والقطاعات التي تتواجد في البحرين ومصر. أنا قبل ما أجي البحرين سمعت عن البحرين وعن المميزات اللي موجودة فيها بالنسبة للمستثمرين والأشياء اللي الدولة بتوفرها لراحة المستثمر وراحة المقيم في البحرين. والله أنا أتمنى أن يبقى في بيزنس في البحرين، ولأنها بلد جميلة ومملكة جميلة جدا. ويبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والبحرين 50 مليون دولار، ويطمح القائمون والمشاركون في المعرض على زيادة الفرص التجارية والاستثمارية والاستفادة من الأرضية التي تخدم علاقات الشراكة بين البحرين ومصر، خاصة في ظل وجود الفرص والإمكانيات. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة مشاهدينا مع أداء البورصات الخليجية لهذا اليوم، حيث شهدت معظم البورصات الخليجية كما تلاحظون ارتفاعات متباينة ومتفاوتة باستثناء بورصة البحرين وسوق مسقط للأوراق المالية. فطبعا كما تلاحظون أن سوق دبي المالي كان الرابح الأكبر، حيث أغلق عند مستوى 3395 نقطة بارتفاع نسبته نصف نقطة مئوية تقريبا عن معدل الإقفال السابق، مدعوما بنشاط أسهم قطاعات السلع الاستهلاكية والعقارات. أما بالنسبة إلى السوق المالية السعودية فقد أغلق المؤشر عند مستوى 6947 نقطة بزيادة نسبتها 0.10%، مدعومة بنشاط أسهم قطاع العقارات. ونتحول إلى سوق أبوظبي للأسواق المالية التي أقفلت عند مستوى 4593 نقطة، أي بصعود نسبته 0.25%، وذلك عائد لقوة التداول على أسهم قطاعات العقارات والبنوك. في حين أقفلت بورصة قطر أيضا هي الأخرى على ارتفاع نسبته 0.19%، حيث كسرت حاجز 10100 نقطة. أما بورصة البحرين مشاهدين فقد أقفل المؤشر العام عند 1309 نقاط بانخفاض نسبته 0.29% عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاعات البنوك التجارية والاستثمار والخدمات. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة قرابة 6 مليون سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 1,200,000 دينار، تم تنفيذها من خلال 92 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الخدمات، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 95% من القيمة الإجمالية للأسهم.